اسفه على كل حاجه. ماي انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه؟ كل ده عشان خاطر محمد؟ في مليون سبب تاني غير محمد يا ياسر. من فضلك ما تكلمنيش تاني وخلي بالك من نفسك. كتير انا نفسي اقوله ومش كفايه اللي يقوله. كلام كتير انا نفسي اقوله ومش كفايه. Oh,